الكرة مالية لهجمة مرتدة لو تتحول عرضية. ممتازة 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 الكرة العرضية هذه، كرة هدف ثاني للمنتخب مالي. هي هدف، هو هدف، الله، هدف ثاني لمنتخب مالي عن طريق دياباتي. المطالبة بالتسلل والهدف محتسب، والفرحة تأتي داخل شباك الحارس أدام كوارسي. مالي بتفوق، مالي بامتياز. كنت أقول في الشوط الأول مالي الأكثر تحفيزا، تريد أن تضرب عصافير بحجر واحد، العصافير أمام مخالب النسور، العصافير تلتقطها مخالب النسور. العصفور الأول هو الثأر من هزيمة دور المشروعات، العصفور الثاني تحقيق ثاني أفضل إنجاز لمنتخب مالي بعد الوصافة سنة 72 بالكاميرون أمام الكونغو، والعصافير الأخرى ستتوالى البرونزية والمركز الثالث في هذه البطولة، أفضل الإنجازات لهذا الجيل المالي في الوقت الحالي. إذن هكذا.